ليسون 3 في كونسبت 1 3 بيتكلم على اول حاجه عن الجنريتور، مولد الكهرباء. الجنريتور مولد الكهرباء عباره عن ايه؟ قال لك الجنريتور تركيبه حاجتين اتنين بس، لارج ماجنت وكويلد واير، مغناطيس كبير جدا وفي اسلاك بتوصله. طب ده بيحول من طاقه ايه لايه؟ اول ما الماجنت يتحرك، اول كويل يتحرك، يا ده يتحرك يا ده يتحرك، ما انا عندي ماجنت وكويل، اي واحد فيهم يتحرك يبقى الطاقه اتحولت من ميكانيكال لالكتريك. طب ده بستعمله الجنريتور ليه؟ الجنريتور بستعمله عشان لايتنينج هاوس ينور البيوت، او اوبريشن ديفايسز يشغل اجهزه. ده شكل الجنريتور مولد الكهرباء. ده الجنريتور بنقول بيشتغل ازاي، هو عباره عن تركيبه حاجتين اتنين، ماجنت زي ما احنا شايفين كده ماجنت وكبر كويل ملف. اول ما الكبر كويل يلف الاقي الكهرباء بتتولد هنا، الجهاز ده بيقيس شده الكهرباء. طيب ممكن كمان العكس، ممكن ماجنت يتحرك، ممكن الكويل زي ما احنا شايفين الكويل يتحرك وممكن الماجنت يتحرك. في الحالتين انا حولت من ميكانيكال لالكتريك، حولت من طاقه حركه لطاقه كهرباء. كده معناها ان الماجنت ليه صفات الكتريستي، صفات كهربائيه، يبقى الماجنت ممكن يولد لي كهرباء زي ما احنا شايفين. هنا بيقول لي اللارج ماجنت لازم المغناطيس، هو ازاي بيشتغل الجنريتور؟ هقول له اللارج ماجنت موف ويز هاي سبيد، لازم المغناطيس ده يلف بسرعه كبيره. اول ما يلف بسرعه كبيره يبقى في عندي اتحول من ميكانيكال لالكتريك. طب هنا بيقول لي عايزه ايه القوه المختلفه اللي تخلي الماجنت ده يتحرك؟ قال لك ممكن احركه عن طريق السد العالي، دام زي السد العالي. ايه السد ماشي ازاي؟ السد ده عباره عن حيطه كبيره بتحجب الميه. اول ما افتح السد تبدا الميه تتحرك بسرعه. فانا بحط هنا توربين. توربين اللي هو التوربين ده اللي بنقوله بالعربي التوربين. التوربين ده عجلات تلف. اول ما تلف يكون شابك فيها الجنريتور. طب احنا قلنا الجنريتور فيه جواه ماجنت، اول ما الماجنت يلف يطلع كهرباء، يبقى انا كده جبت كهرباء من غير ما اشغل ايدي خالص. الدام السد الميه بتاعه السد حركت التوربين. زي اللي هنشوفه دلوقتي في المنظر بتاع الفيديو. زي المنظر اللي في الفيديو ده، انا هنا ميه جايب ميه ملونه، نفس فكره الشلال او السد الدام. اول ما الميه تنزل يتحرك التوربين، التوربين اللي هي العجلات دي. الميه تطلع من هنا وتنزل تحرك التوربين. يروح ايه اللي يحصل؟ التوربين ده زي ما احنا شايفين متوصل بدينامو او جنريتور. كده اول ما الترس ده، في ترس هنا مش شغال او سير معين، يبدا الحبل ده اللي متوصل يخلي اول ما العجلات التوربين يلف يبدا الجنريتور يلف. لما الجنريتور يلف حول من طاقه ميكانيكال يعني حركه لطاقه الكتريك. ابص الاقي اللمبه دي نورت، واللمبه اللي هناك هنلاقيها لمبه تاني برضو هنلاقيها نورت. يبقى كده انا حركت الجنريتور من غير ما احرك ايدي خالص. يبقى الووتر ان دام، الميه اللي في السد بتخلي الووتر توربين يشتغل، والووتر توربين لما يبتدي يشتغل الجنريتور يشتغل. طب نبص كده، ممكن الرياح تحرك الجنريتور؟ ايوه. نشوف ازاي. الويند بيحرك حاجه اسمها ويند بي. نشوف فيديو للكلام ده. ازاي الويند توربين بيشتغل؟ قال لك ده اسمه ويند، دي طاقه الرياح، ويند توربين. الويند توربين من جواها الرياح بتحرك العجلات دي، العجلات دي من جوه الجهاز ده في جنريتور. الجنريتور قلنا لما يتحرك يحول من ميكانيكال لالكتريك. ابص الاقي الجهاز ده بيتحرك، الماجنت اللي جوه بيتحرك يتحول من ميكانيكال لالكتريك. اول ما الالكتريستي تبتدي تتولد اقدر انقلها من مكان للتاني. ممكن كمان الجنريتور اقدر احركه زي محطات الكهرباء. محطات الكهرباء في مصر شغاله بايه؟ شغاله بالاويل او الكول، فحم او زيت. طيب انا بعمل ايه؟ بجيب فحم او زيت اسخنه او احرقه. اول ما يتحرقوا يسخنوا ميه. الميه لما تسخن تطلع بخار. البخار يحرك التوربين، الستيم البخار ده يحرك التوربين يخلي الجنريتور يشتغل. يبقى الجنريتور بيشتغل بثلاث طرق، يا اما ووتر توربين، يا اما ويند توربين، يا اما اويل اند كول. بيكون ستيم بخار. بعد كده ابتدى يتكلم عن مفهوم جديد اسمه فلو اوف الكتريستي. سريان الكهرباء جوه السلك، الكهرباء بتمشي جوه السلك. الكهرباء اللي بتمشي جوه السلك بنسميها الكتريك كرنت، شحنات كهربائيه، تيار كهرباء. طب الالكتريك كرنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكتريك تشارج بنسميها الكترونز، هي شحنتها نيجاتيف.
بس احنا مش علينا نشوف نتاني. يبقى الالكتريك كارنت ده جه منين؟ عباره عن موفمنت تايم تشارج شحنات صغيره خالص اسمها الكترو. يبقى لو جينا نقول كلمه الكتريستي الكهرباء عباره عن ايه؟ الكتريك كارنت تيار كهرباء. التيار الكهربي جه نتيجه حركه مين؟ الكتريك تشارج اسمها الكترو. هناخد بقى حاجه عكس الجنريتور. الجنريتور كنا حاطين ماجنت، الماجنت طلع الكتريستي. هنا العكس، هنا هجيب كهرباء وهلاقي الكهرباء اتحولت لماجنت. ازاي؟ قال لك لو جبت اي مسمار، بس المسمار ده يكون نوع معين اسمه مسمار روت ايرون حديد صلب مطوع يعني. المسمار ده هجيبه والف حواليه سلك واوصل بطاريه، الاقي المسمار ما بقاش مسمار عادي، بقى ماجنت. وهنشوف فيديو للكلام ده. طب يبقى انا كده الكهرباء اتحولت لماجنت، يبقى كده حصل عكس الجنريتور. الجنريتور بيحول من ميكانيكال حركه الماجنت يحولها للالكتريستي. هنا العكس، من الكتريك لماجنتيك. الجهاز ده بنسميه الكترو ماجنت. نشوف تركيبه طريقه تشغيله ازاي. ده طريقه صنع الالكترو ماجنت. بنجيب المسمار اللي قلنا عليه المسمار الصلب اللي هو بنسميه روت ايرون، والف حواليه كبر واير سلك نحاس، وبعد كده اقعد اوصل اخر الطرفين دول اوصلهم ببهري. هتفاجئ انا كده قلت ان دي الكتريك انرجي. ابص الاقي المسمار بقى ماجنت او بيشد الدبابيس او المسامير. يبقى كده حول من الكتريك لماجنتيك. يبقى كده معناه ان الالكتريستي بتتحول لماجنتيك والماجنتيك بتتحول لالكتريستي. يبقى هنا هقول له هو وين الكتريك كارنت اول تيار يمشي جوه الواير بيتكون تاثير مغناطيسي. خدنا الماجنتيك فيلد في ليسون 1 كنا بنقول ايه؟ اريا الراوند ماجنت. المغناطيس اللي حوالين المنطقه اللي حوالين المغناطيس اسمها ماجنتيك فيلد. طيب عملناه ازاي؟ طريقته ازاي؟ هقول له واير سلك وراد الراوند ميتال، يعني سلك ملفوف حوالين ميتال، الاقي اتكون ماجنتيك فيلد. عشان كده بلاقي الميتال اتراكت ايرون نيل، المعدن قاعد يشد الدبابيس زي ما احنا شفنا. يبقى احنا كده استنتجنا ان ممكن الماجنتيك يتحول لالكتريستي وممكن الالكتريستي يتحول لماجنتيك. ازاي؟ خدنا جاهزين النهارده الالكتروماجنت من الكتريك لماجنتيك، والجنريتور من ميكانيكال لالكتريك. ناخد تعريف الالكتريستي. بنقول ايه تعريف الكهرباء؟ فورم اوف انرجي فلو فروم فلو اوف الكتريك شارج، يعني عباره عن طاقه جت نتيجه تدفع الشحنات الكهربائيه. يبقى فورم اوف انرجي فروم فلو اوف الكتريك شارج. احنا قلنا اي سلك الكهرباء اللي بتمشي فيه اسمها الكتريك كارنت. طب عباره عن ايه الشحنات الكهربائيه؟ الكتريك شارج. يبقى الكتريك كارنت ده عباره عن الكتريك شارج. اللي تشارج كولد الكترون، يبقى الشحنات اللي بتعدي دي اسمها الكترون. احنا قلنا الالكترون لما بتمشي بتعمل حاجه اسمها الكتريك كارنت، يعني تيار كهرباء. ايه تعريف الالكتريك كارنت؟ الالكتريك كارنت عباره عن فلو اوف الكتريك تشارج. جيت قلت لك ده تيار كهربي، يبقى الشحنات الكهربائيه عماله تجري جوه السلك. يبقى الالكتريك كارنت فلو اوف الكتريك تشارج. بعد كده عندنا تعريف للالكتريك سيركت، الدايره الكهربائيه. المسار اللي بيمشي فيه التيار الكهربي بنسميه الكتريك سيركت. يبقى الالكتريك سيركت بقول عليه باث فور ترانسميشن اوف الكتريك كارنت. باث اوف ترانسميشن اوف الكتريك كارنت يعني الممر اللي بيمشي فيه التيار الكهربي. بس في شرط، لازم الالكتريك سيركت تبقى كلوزد، الدايره تكون مقفوله. لو الدايره دي مفتوحه او مكسوره الكهرباء مش هتعرف تعدي. اي الكتريك سيركت لازم يكون ليها سورس اوف الكتريك، مصدر للكهرباء. طب انا عندي نوعين من مصادر الكهرباء، ينفع الباتري البطاريه مصدر للكهرباء او وول سوكت اللي هي الفيشه اللي في الحيطه. يبقى مين مصادر الكهرباء؟ باتري وول سوكت. طب احنا الوول سوكت الفيشه بتاعه الكهرباء بتجيب كهربتها منين؟ قال لك بتجيب كهربتها من باور لاين كونكتد وذ ذا بيلدينج، يعني من خطوط قوه شبكه في المبنى اللي احنا فيه. واحنا بنبني العماره بنقدم طلب لشركه الكهرباء بتمد لنا بخطوط كهرباء، خطوط قوه للكهرباء. يبقى السوكت الول سوكت بتجيب الكهرباء منين؟ من الباور لاين اللي متوصل بالبيلدنج بالمبنى. يبقى كلمه سورس يعني مصدر، مصدر الكهرباء في الالكتريك سيركت يا باتري يا وول سوكت. طيب ايه الكومبوننتس اوف الكتريك سيركت؟ ايه مكونات الدايره الكهربائيه؟ باتري واير ولام وسويتش، بطاريه
ولمبه وسلك ومفتاح. طب ايه فايده السويتش المفتاح؟ قال لك السويتش ليه فايده مهمه جدا جدا. قال لك لو السويتش سيبناه مفتوح على طول الكهرباء تخلص، البطاريه تفضل. السويتش فايدته اوبن اند كلوز، يفتح ويقفل الدايره. لو السويتش كلوز، لو الدايره المفتاح مقفول يبقى السيركت مقفوله، يبقى اللمب واللايت لمبه هتنور. طب لو السويتش اوبن المفتاح مفتوح، هقول له يبقى السيركت اوبن، يبقى اللمب ايه الالكتريك كارنت فلو، الكهرباء مش هتعدي. في بعض السويتش، بعض المفاتيح اوبن اوتوماتيك، تشتغل اوتوماتيك لوحدها زي الموجوده في الثرموستات، وهنشوف فيديو للثرموستات. هو ايه فايده الثرموستات اصلا؟ الثرموستات ده جهاز بيتحط تو ادجست تمبريتشر، يظبط درجه الحراره في بعض زي الريفريجريتور زي الثلاجه. اي ثلاجه جواها ثرموستات. طب الثرموستات المفتاح بتاعها بيحصل له ايه؟ اوبن اند كلوز اوتوماتيك، بتفتح ويتقفل لوحده، ده اوتوماتيك. يبقى الاغلب المفاتيح لازم اعمل اوبن وكلوز. لو عملنا اوبن الدايره تبقى مفتوحه الكهرباء ما توصلش، لو عملنا كلوز الدايره تبقى مقفوله والكهرباء توصل. لكن في مفاتيح اوتوماتيك زي اللي في الثلاجه، اوقات ابقى قاعد كده الاقي الثلاجه فصلت لوحدها او اشتغلت لوحدها. زي مين؟ زي المفاتيح اللي جوه الكاتل، اول ما الميه تغلي الاقي المفتاح فصل لوحده، ده اوتوماتيك. زي دي الثرموستات، نشوف فيديو كده للثرموستات. دي الثرموستات اللي جوه العربيات او بظن اي نظام تبريد. الثرموستات ده، الثرموستات دي دايما نظام التشغيل هي معموله كنظام ادجست تمبريتشر، بيظبط درجه الحراره. دايما المفاتيح الثرموستات اللي جوه الريفريجريتور او اي جهاز تبريد دايما المفتاح بيكون فيها السويتش اوتوماتيك. بعد كده ابتدى يتكلم عن نوع تاني، في مواد بتوصل كهرباء اسمها الكترو كوندكتور، ومواد ما بتوصلش اسمها الكتريك انسوليتر. ايه كلمه الكترو كوندكتور؟ كلمه الكترو كوندكتور يعني ماتيريال الكتريك كارنت فلو، بتسمح بمرور الكهرباء جواه. زي مين؟ ممكن اقول على الكترو كوندكتور كلمه تاني اقول له جود كوندكتور اوف الكتريستي، موصل جيد للكهرباء. زي كل الميتال، كل المعادن، وزي الووتر الميه، الميه بتوصل كهرباء كويس جدا. لكن البيور ووتر لا، الميه النقيه لا. يبقى مين ممكن يوصل كهرباء؟ كل الميتال والووتر. عشان كده الهيومن جسم الانسان بيوصل كهرباء كويس، عشان جسمنا اكتر من 70% مليان ميه. فعشان كده احنا بنوصل كهرباء كويس. طب عكس الهيت كوندكتور الكترو كوندكتور، في حاجه اسمها الكتريك انسوليتر، يعني مواد عازله. يعني ايه الكتريك انسوليتور؟ ماتيريال ذات الكتريك كارنت نوت فلو، مواد لا تسمح بمرور الكهرباء، اسمها باد كوندكتور اوف الكتريستي، زي الرابر والبلاستيك. رابر يعني مطاط، والبلاستيك احنا عارفين. بعد كده بنتكلم على الكارنت سيفتي، الامان في التعامل مع التيار الكهرباء. موست الكتريك واير، اغلب الاسلاك الكهربائيه متغطيه برابر او بلاستيك، متغطيه بمطاط او بلاستيك، عشان هما الاثنين دول ايه؟ باد كوندكتور اوف الكتريستي. تو بروتكت ذا بيبل فروم شوك، يحمي الانسان انه يتكهرب. الكتريك شوك يعني اتكهرب. يبقى اغلب الاجهزه الكهربائيه متغطيه يا اما بلاستيك يا اما رابر. تو بروتكت فروم الكتريك شوك. طب ايه اللي يحصل؟ نغير اللون كده، ده سؤال واضحه منه. لو تاتشنج نون ايزوليتد واير، لو لمسنا سلك مكشوف، نون ايزوليتد واير يعني سلك مش معزول، يحصل لنا الكتريك شوك وممكن دس، ممكن نموت. طب ليه؟ هقول له عشان الهيومن كونتين الوت اوف ووتر، جسم الانسان مليان ميه، والميه جود كوندكتور في الكتريستي. يبقى انا جسم الانسان ده موصل جيد للكهرباء، ليه؟ عشان اغلب جسم ووتر. يبقى لو قال لي وات هابن يو تاتش نون ايزوليتد واير، لو لمست سلك مكشوف يحصل لنا ايه؟ الكتريك شوك اند ديس، ممكن نموت. كده نبقى خلصنا ليسون 3.